سو لا فامي رانا في الجي الجزائر العاصمة. صباح وهذا مسجد صومعة مسجد الزكاه العام. إذن خوتي أنا دخلت للبارك هذايا من هذه الكراسة هذا كما تشوفوا ربي يبارك. الواحد قادر يجيب ولافون نتاعو يجلس لهنا نورمال بلاصة على الكيف. الناس دير الفوتينغ هنايا ولهناك هذاك مقام الشهيد هذا النصب التذكاري لشهداء الثورة الجزائرية. والله بلاصة فور خاوتي شباب الناس سكان ألجي يعني يحسدون على هذا المكان هذا. شوف ما شاء الله الطبيعة والهواء النقي بزاف صوالح بزاف. كاين هنا لي ستاد صغار الناس اللي يحبوا يجيو يلعبوا البالون ولا يلعبوا الباسكيت ولا الفوت تما كاين كاين صراحة كاين باش يتشاف. ولا هنا تاني خليج الجزائر الله ما شاء الله. هما راني في الجزائر العاصمة عندي رونديفو مع واحد راح نشري عليه الدرون كما وعدتكم. قلت لكم ان شاء الله راح نجيب درون باش نعود نصور فقط هنا. المهم راح ندير معاه رونديفو يجيني لهنا البارك هذا قدام خربه في الجزائر العاصمة. كنا ديجا بالليل انطلقت يعني مع العشاء بالليل وانا كنمشي من الشرق والمسافة كبيرة بزاف من الشرق حتى للجزائر العاصمة. المهم هاني جيت هاني نستنى فيه دوكا راهي 7 تاع الصباح نورمالمون هو مازال راقد مقدرش نعيطلو دوكا نديرونجيه تسمى دير 8:30 نعيطلو وندن نقولو اروح ليا لهنايا في البارك هذايا. المهم طو باش نقدر حتى الدرون هذايا نتيستيوه هنا نجربوه نشوفو واش مليح منا تسمى باش تسمى كاين شي حاجة نشري حاجة كاليش. المهم وان شاء الله ننتظرو الجديد ديال الدرون بحول الله باش غادي نحكو للدار غادي نحاول ندير ليه لي بوكسينغ في الدار ونروح للدوار احسن ما يكون باش تسمى كاين المساحة والسباس ونترينيو فيه مليح نتعلم فيه كيما نقولو. تسمى هذا درون ابتدائي نمشي درون صغاور ومن بعد ان شاء الله كما قلت لكم راح نجيب درون حاليا لب المهم تما نقولوا مايا من بعد كي نونطريني فعلا نجيب درون بروفيسيونيل ان شاء الله يعني. المهم ما تخلوناش خاوتي لايك كومنت زوين واللي ما مشتركش معنا في القناه يشترك خوتي يدعمنا باش نطوروا روحنا شويه. انا ميرسي لكم. خوتي من دار الشروق للجزائر العاصمة منظر جميل جدا وصومعة المسجد الأعظم هنا حاضرة أكبر مسجد في أفريقيا. هذه صومعة ديالو اللي قاموا البناء ديالو الصينيين وهذا الشروق اخوتي شروق منظر جميل جدا هنايا والناس دير الفوتينغ الصباح الهواء نضيف الحال ربي يبارك. هنا لوتوروت
كلش ما شاء الله. ومن هنا العاصمة. والسفن راه يا راه فينا سفن تجارية. لولا صاروخ الشمس فيها ها هو. المياه كتطلع حتى لهنا. That's good. Dave. Yeah. It's like. So من بعد ما درنا طلع البحر وطلع في الحالة الباهية هذه هنايا دوك راح نطلع الكرسي ونعيط للبيرسون هذا اللي عندي معاه رونديفو. سو خاوتي انا عييت للسيد هذا اللي لهنا رونديفو انا ما يقدرش يجيني لهنا ما عندوش سيارة نورمال مدة واحد الدار تاعو ايوا فكنت مضطر انني دابا غنمشي لي عندو. انا غادي حاليا خارج من البارك هذايا تشوفه وغادي ناخذ ترونسبور نمشي عندي البلاصة اللي قال لي عليها وتماك ان شاء الله غنجيب لي بأمانة. خوني كنت نسلمها ان شاء الله نوريها لخوتي كيفاش دايرة هايا سولا فامي. راني سعيد جدا. اي فيري هابي سو فيري هابي لانني درونسيب وجبتها هي في الساكادو تاعي وانا متشوق بزاف وبدا الحق للدار. ديجا بعد هنا تيستيتها بالابليكاسيون اللي تيليشارجت في التليفون من قبل وهي تمشي مليح. المهم ان شاء الله نوصل بخير على خير وندير التتمة ديالها ان شاء الله. رانا في الشروبة طلعوا كحال طالعين تما خدينا القمة تاعنا في التاير ورانا طالعين والبي هو هذا شرينا الكيشية تاو كاين هنا الكيشية عندو. المهم دوك نروح البلاصة اللي راه فيها الكار باش نركب ان شاء الله. سوما فاميليا راني لحقت للدار كيما تشوفوا والبوات تاع الدرون هذه هي كما راكم تشوفوا هاوليك الوحش. ومن لهنا تاني هاوليك غادي نحلو نكتشفوا كيفاش شني راه داخل. المهم قلبته نهبط كامل ومن ليسونسيال كيجي الدرون هذا هو الرسمي هو هذا الدرون هاد الرجلين ديالو وهذه اللي تركب هنا في الرياشة المهم غدوة راح ندير لكم لا فيديو تاعو كي نروح للدوار باش نمشيه راح ندير لكم لا فيديو تاعو تما كامل من الاول حتى الاخر ونوري لكم التفاصيل. وهذا تيليكوموند تاعو الريموت هذا كابل يو اس بي تشارج وهادي دوبل باتري تما احتياط وهادو كيما قلنا الرجلين تاعو هادو تاع الرياشه تركب كيما هنا للناس المبتدئين باش ما تكسرش الفرفاله هذه الرياشه. هنا كاين زوج زياده هي اللي تكسرت وكاين طورنوفيس هذا باش تركدو. الطريقه كيفاش نمشيو هذوك نعيط لكم كيفاش. هذا الريمونت كي هو هذا غادي نشعل الريمونت من هنا اها فوالا. نشوفو
او دوكا يقدر. دوكا حاليا هو جاهز للطيران، نقيس البوطون هذا يديماري.